في الحبش. وأيضا حينما استلم المجلس التوري بجوز زملائي اللي قاعدين من الإخوة لاحظوا كم ارتفع منسوب المجلس التوري وأصبح كمحطة ثانية أقوى من اللجنة المركزية، لأنه كان حريص على أن يؤدي هذا المجلس كل ما عليه وأن لا يكون صفر حافظ منزله. وكان من أعند الناس في الوقوف ضد أي واحد يخرج عن النظام، وكان الأخ أبو عمار أحيانا الذي يعني بيعتبر حاله أبو النظم أحيانا يتوقف إذا صخر تدخل بشكل معين، فيعرف بأنه صخر لا يمكن أن يقدم على أي مواقف دون قراءة مسبقة. وبالتالي إذا بدنا نقول عليه رجل المؤسسة، رجل القانون، رجل العفة والطهر، رجل الكرامة، هذا هو الرجل الذي لم يكن متغطرس نتيجة أنه يعرف أكثر من الآخرين، كان متواضع في منتهى التواضع، وكان أصيل في انتمائه وفي علاقاته على كل صعيد. صخر في أيضا في اللجنة المركزية خلق حالة من يعني المواقف يعني التي لا يمكن أن ننساها، وبالفعل كان عينه دائما على الوحدة الوطنية، وهذا ثبت بالدليل القاطع على أنه كان عندنا اثنين، الأخ أبو عمار اللي دائما شعاره الوحدة الوحدة الوحدة، وصخر الذي لم يتحدث عن الوحدة بل مارسها على الأرض وأطيب العلاقات نسجها مع مختلف القوى. فصخر مصدر اعتزازنا، صحيح هو غاب هاي السنة الثانية، لكن الكل يعرف أن صخر لم يغب، غاب بالجسد وبقي في الأدمغة وبأعماله الخالدة. الآن هو له ديوان ثلاثية الصهيل، عنده حصان البحر، حصان الأرض، حصان السماء، وهذا ديوان يعني من يتصفح ويقرأ أشعار صخر فيه يجد بأنه هذا الرجل يعرف بأن هناك صعوبات، هناك سدود، هناك عراقيل، هناك مؤامرات، ولكنه في البحر والأرض والسماء ستستمر هذه الراية وستستمر هذه الثورة. وفعلا بمأثورته لازم تربط بأنه كان رهانه ليس على الموجود بل رهاناته على هذا الشعب العظيم، وبالفعل كان يستخف بمن يخشى أو يخاف من أي اهتزازات أو أي هجمات أو أي تطويق أو أي محاصرة. أولاد رام الله عرفوه كما عرفه أبناء عجلون، كما عرفه اللبنانيون، كما عرفه المقاتلون، وبالتالي ختم بطريقة يعني لا تسمح بغيابه عن عقولنا. ونحن باللجنة المركزية خسرنا فارس ولا كل الفرسان، ولكن الحمد لله أن هذا الإخوة المجتمعين بهذه القاعة تقديرا ومحبة وعطفا على ماضي وأيضا احتراما لكفاءة وقدرة الآن بيشاركونا هذا التكريم. الآن في صدر من الأخ الرئيس قرار أو مرسوم بأن يقلد أعلى الأوسمة، وسنا كنا يعني فاجأونا أنه اليومين هدول وفي انشغالات، ولكن سيقلد الوسام في يوم منحدده، وأيضا أن يطلق اسم الأخ صخر على مؤسسة ما شيء مهم ليس ثانوي، سواء في رام الله أولا وإن شاء الله في مناطق أخرى. ونحن نقول بأنه أقل ما يمكن أن يقدم لهذا الرجل الراحل ويشرف أي مؤسسة يطلق عليها اسم يحيى عبد السلام حبش صخر أبو نزار الذي عرفناه دائما يعني سواء باسمه الحركي، وهذا دلالة على تجاوز الذات وتقديم كل
ما هو قيمي وجيد وعظيم باسم يعني مستعار. بدي أحيي أسرة هذا الرجل الغائب، الأخت زاهرة تسعى وتتابع كل ما يخص هذا الميراث والموروث الكبير من الفكر ومن هذه الثروة الهائلة، مكتبة صخر. وبدي أحيي الأخت أيضا زينب أخته للشهيد، وأيضا أبنائه المتميزين. وأيضا بدي أقول للأخ يحيى يخلف، أنت تتحمل مسؤولية كبرى في أن يبقى صخر منارة علمية وقامة عالية في مجال الإبداع الفلسطيني، لأن صخر بما يمتلك من يعني خصائص وسمات ومواهب كأنه خلق لينتمي إلى مدرسة الإبداع. وبالتالي إن شاء الله بنضل رافعين رؤوسنا وهاماتنا برجل ما عرف يوما إلا أن تكون الهامة مرفوعة والأشعار تبعه وأيضا الأداء تبعه والعلاقات. ليس هو فقط مقاتل وليس هو كاتب، بل هو أيضا سفير وخدم في موسكو حينما كانت موسكو هي القوة القاهرة للمعسكر الآخر. وبالتالي مرة أخرى إلى روحه الرحمة والخلود وإلى كل محبي صخر أن يعني يستمروا بهذا الوفاء لرجل الوفاء، بهذه المصداقية لمن صدق وكان وفيا لكل ما هو موجود، سواء القضية أو الأصدقاء أو أيضا التأهيل على كل صعيد. شكرا، وأنا آسف لأنه يعني ممكن كل الكلام ما بغطيش نصف ساعة من الذي يريد استعراض صخر حبش. شكرا. الديوان حكيت أنا إنه الديوان تم يعني العطاء ورسى على الأيام، وفي قرار بالمبلغ من قبل السيد الرئيس، وإن شاء الله بكون قيد الإخراج. ثلاث لغات، نعم، عربي وفرنسي وإنجليزي. شكراً.